الحمد لله، انتصار صعيب لكن معناها جاء في وقت به. دربنا براتيكمون، بدينا رجعنا تمارين تاعنا يوم 4، يوم 20 لعبنا مباراه، قعدنا اكثر من اسبوع نتفرج ندربوا، معناها 7 لاعبين ولا حد، حتى اللي وصلنا ل 11 لاعب ما كمل العدد، كان اخر اسبوع الفارط. لكن نحب نشكر اليوم اللاعبين على الرغبه الكبيره وعلى الاراده نتاعهم، واللي الاهم شيء بالنسبه لي انا اليوم وممكن الملاعب رقم واحد بالنسبه لي لازم نشكره هو جماهير نادي الاهلي، اللي بصراحه كانت في مستوى الهدف وقدمت اليوم معناها عرض رائع خلى اللاعبين يخرجوا بالصوره هذه. نشكر جماهيرنا اليوم خاصه اللي صبروا في الاوقات الصعيبه، صبروا مع اللاعبين وكانوا ورا اللاعبين. الحمد لله انتصار، لكن مازالت مباراة ثانية تنتظرنا في نيجيريا، مباراة صعيبة ونعرفوا الأجواء في نيجيريا. إن شاء الله نكونوا حاضرين 100% باش نرجعوا بنتيجة إيجابية ونفرحوا الجماهير نتاعنا. الحمد لله، معناتها اليوم انتصار، نقدر نقول انتصار ممتاز، معنا بين في أرضنا وبين جماهير. نتمنينا ناخذوا الأسبقية بأكثر من هدف، معناتها تعرف أنت الأجواء في أفريقيا صعبة، خاصة نيجيريا معناتها بلاد تكون فيها درجة الحرارة عالية وفريق طبعا فريق قوي. نحاول إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله نقدموا اللي عندنا، الكل نلعب الكل في الكل، نقاتلوا لآخر لحظة. اليوم شفت معناتها معنا الحكم جزائري عربي، مفروض ما نقولوش إحنا يساعدنا ولكن يعطينا حقنا. اليوم ارتكب أخطاء، معناتها أخطاء معنا نلعبوا في نيجيريا الساعة 3، أنا مش نلعبوا في ليبيا، فأنت الحمد لله على كل حال. إن شاء الله اللي جاي أحسن، بداية موسم مازال عندنا خدمة طويلة، عندنا لاعبين جدد في الفريق موجودين، إن شاء الله نلقوا الانسجام بتاعنا وربي يوفقنا إن شاء الله.